وجهت كلها بحمد وسرور إلا وليه شكور وجهت كلها بحمد وسكور إلا ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي غدير يا نزير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا لهذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما لهذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون سنا يا ذا الدمن نبتنا بأبدل الإيمان فلترفع الجميع بالأمان حبستنا به بالإسلام فتحفظ الكل أن الملام قدمنا غير البرامنا والأنبياء والرياء من بلا خد صلاة وسلام منا لهم كما زيد من لم يعبنا إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسر بها نهاية وخدمة تقبل يسر لسيد وقتار يا باقيا جعله مختار نافع صلي وتسلم فيه أبدا على الذي لك يقود من أباد اكتب صلاة لجميل أنبياء ورد بتنهيم واذكر قطبيا نافق صلي وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذلعة الأديم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العداء إلى العداء يا من حباني بمهج العداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كواني ظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مدمنة مدى لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجل من يزور الله عليه خير الصلاة الله مدد من مدى يقول كن يا كريم يا من يكون منا لم تكريم ناديتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين وليها شكور يقود لي كن ويكون حاجي منك بلا حقد وتاجي لا بين يريد لغير أبدا في شان لا وكل من لم يعبد وجل من قد آمن وأسلموا وأسره مهجل من لم يسلم كون لأمة النبي صلى الله عليه بتنهيم رب جل إجابة تزاد الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن
ليستجب وللذي يهيمن حفيظ ثم خير مرسل أن الذين كفروا بالرسل قل لهم نظر ذي آجلا وبصرهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أعن ذوي الإسلام عن ركون على عداك وعن سكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيل من جحد للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلامك وجدري بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أعطيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس الهادية ولي قضيت دون شك هادية أوصل لكمة النبي أحمد مصليا عليه في من حمد نصرا عزيزا يسمو الكبار مع صغار أضلهم منبارا تني الحديث والفروع كالكتاب أن الذي نمتنوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث استحاه ذا بروع أعتيت الجميع دون سلب ولتقود السعلى وقت الطلب أعتيتني الجميع دون سلب ولتقود السعلى وقت الطلب ليأوزي الذي أريد وانفعي بالوراء يا مغنيا عم بالفعي ما حوت قد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوه دواما ذاك رب يا الله يا رمان يا ريم يا الله يا رمان يا بصير حاضر يا ريم يا نصير نجيت من يتعلق من صياته فصبر اسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذا الأثمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كما كلية الدراء وفيضي وكما ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت عمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا خلوب جملة العدا توجد لغير دري والمنهار وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت والرب المصلح إلى الذين ظلموني قبلوا لحن مضرتك ذاك القبل عن دوى المضرة والبلواب بفضل مغن يا قاد الولواب لو ذكور يا إلى الجنار دار ملا الأمر والمنار يذكر كلي بالكتاب بلا معاداة ولا غداب لا جنود لا لتكريم ولا جذب لا كريم إلا يوار ويتابا مع اليقين فؤادي تابا نصرتني وإنك النصير ما رأي إنك البثير الزمن قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبل بفيضان
على طريقه الذي أبتا لي وجاري ملذاذ وابتا عجبتني جواب من تعالى عن زنة وقلت الانفعال لوجهك الكريم يوفي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بذير كل اغلب واجنبي واليوم والامير مرا يا عمان الى ذا وترى ما وتمال يا مر بالبلاء يا من جميع خدمي تقبل لجي على المستوى بسلام ما سلام من إله مرقلام يصير له في الذي تسلام فكل ما يسرته تيسلام لا جاء عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى الوهى من عندك هذا الذي يفتعد بالخير وبابا لم يعود بالدير أكرم للأبرار بالنعيم وكوبة الفجار في الجيم شيخ الذين تركوا العبادة إلى من لم يطيع بالا تعب مرآد علي القدماء أبرام والطيب لم يضبا جداو من مارث ترعى سيبك فكل من أبكى ذو كرسي بكى إن الذين كبروا وامتنوا من توبة الرؤيا ذا ما صنعوا بطولهم سكن الأقارب والكل منهم من صديد طالب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات أمنا يلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناوته إلى سلابي والكل بالمسرق الخلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما يراهم ملك بلاه يارو وليس يرغبل عما مبارز عليف منزبل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باقي القماء هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء مني له عنف وحمد وشكور ذا خدمة للمصطفى عبد الشكور فارقت جملة من المباين لمن قبالي ذوي المائل أشكره بقدر أبدا كما كمان الحرب والجلال سبحانه وهو الكريم والأمين وكل من لم يوي فهو كبير تسليما لي لا يوجه الضلال على الذي به غاني الغار جلاه من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله بالبهاء براءة المختار ليلة رفاء على ملام من أكار يخفى للمصطفى وجهت ما قد صربا لغيرنا إبليس وهو انصربا هدمت باطلا بحق فضاء ولإله كأس سقيه لها ملك ربي مالك كل يدين أليلوك من يدين رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت زولي باع
برأني الإله من شرك ومن كل نباق وسعادة دم. برأني من ألف نسيم النبي صلى علي بسلام النبي. هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء لا والنولا. ومن صلى عليه بسلام وليل ديراني قاد الكلام فران الأكرم النبي على يدوم بأنني خل وهب وقديم لا إله بيوم الأقدار ورجوانا وجرعتانا أيتنا ولله فغلبوا ولسوانا ثاقبين انقلبوا تلي مباح حال لسوابا على الذي أرسني سوابا على الذي طلب كوني الخبير له سلام هذه البرية القديم لمن له كل يدي عبادة حمدي ومن خالفني أمالا ملك الذي ليس له مباهي لي خال ما غاب عن المباهي ناجاني الأليم والخبير وجاد الواسع والكبير فرحني جميل لمن نافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكارم من خبر النار مضرتي من ليخوض منها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وصوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجدا أجر الذي ما إلا ولا ينفد وسري وما تراه النبل خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونسي طيبت وبمكاري لغي دابت يزرع العالمين قلمي علي تسليما مذيل العالم للمستوى وجاتنا لخالا نبا بلا مقرة فانقالا هو الشبيه وهو الشجاع بهم محاء ظلمي والأولياء محمد صلى ليلاه في الآل وصحبه موالاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنخاد لأغادي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن وسري وهو اللي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة فالله عليه من أراد أبديلا رفعت خدمتي إلى الماحسن ولسوانا فاق كل من بنى هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تصليب باقي لا يضع الصمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلام الكريم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يأتون يبتدر نهجتك اليوم وقبل اليوم ولينالت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصير شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زدت قصيدتي في شكورا ولم تذر يا مالك سكورا أكرمت الإكرام فما جابت وكلما أردت منك المال أتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك بارت لي يا رب في أروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك كريما ما خاد لي التبشير والتكريما
أعطيتني مرقب أنسى كل ما مضى من الضر نحو الظلماء. كافأني من ماله كفأ الآن بما لغيري ساق كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفأ أحد. ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كباريا كمن وجه الأكرم أنواع الكرم ودري بغير رد صرم. أسأله كونتي الغفيلة خارقة لعادة المفيلة. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام. صلي وسلم وتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف. لناذر الحروف خلد الرباح يا من قواه الضرور والنباح. ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم. ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح مسلما على مذعذي القلام. من ذنني غير خليل مصطفى فإنني أقدم من مصطفى. أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى. أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى. من ظن أنه يقول أبدا مرضي بما كخدمتي بدا. فغره الدلال والإدلال يلقى لي منهم الحلال. مناته قبل الأدال بروري مرحل وانا عن مثله كل ولي. مدد من الله ما ينبع محا عيوبي وكماني سنبع. مدد إن أناسي قربا مرحل كباني عيدا وانبروا. من إليه خلوة الخلا ثمت روضته إلى الخيام قزمان. رضياني سبطان جيلاني عليه الوعد الذي أعلاني. رضياني سبطان أبو الأسد عليه الوعد يخلد الحسن. رضياني سبطان تجاري عليه الوعد المبيد الجاري. رضي للخلفاء والأربعاء وسرد المخربين المتباع. من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني إذا ليس يريم. يا لله المستوى آخر الجلال كما تقبل وعدا أنجدا. يا الخليل على الذي دون مراء الخليل. لا لا بلا يخاتم الرسول دنيا أخرى عصمة وخير رسول. هاجر قضى عيني خلوب الأنبياء مع الملائكة إن ربيا. إذا كتب اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة اتباقي. لسان ذكري وسكري لا فقا للعرس والكشي نورا وافقا. لبي منور بنور الوحي وقادري خير العلوم المهيم. عنه والعروض والبيان لي سلبت بها وللعيان. هرب من كتابة المدهور وبيروسي تتقى النحور. قولي قول يهجر المرجى
والدرع والياخور والسجانا قولي قول يقبل المرجانا والدرع والياخور والسجانا والنجني ربي وأهل الداري يا مجري القناة والأكدار من كل ما يدور في الليالي وفي النار واستجب سؤالي وفي سقامي وسقامي ولدي بخير مولود في خير بلدي على أني الذي مبيبا عافية منها أهل المولى ولا تخير سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجائي ربي بجاه مصطفى حملنا سلامة من الوباء وأهلنا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع سعادتي يا من لي قضى العرباء حطني وأهلي وحط مالي وحط ولدي عن الأذى كلنا في كل أهوالي يقول أحمد البكي الرادي قد أحاجه بأول الله الحمد لله بلا انتهاء هو الخديم المصطفى والله يا شيخ أحمد البكي جدلي بأي حاجة ونور كل وارزق لنا رزق الحال الطيبة بلا مسقة ولا زوبة واحفظ لنا في البر والبحر معا في ظاهر وباطن لي جمعا طوي أمورنا بتقوى الله والزهد والمجد وذكر الله نظمتها من يوم الأربعاء 27 على المساء آمد ليس في شهر رجب من دهار سيخنا الفديل آرفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.